أبيكم تساعدوني. هذه كلمة قالها ريال، يعني هو عمره قال لي أنا أقول كل المعلومات عني في السوشيال ميديا، ما عندي مانع. فأنا بعطيكم معلومات. هو عمره 42 سنة، متزوج، صار له يقول 18 سنة من تزوجت، وعنده 3 أطفال، ورجل ناجح، وعلاقته مع أسرته علاقة طيبة. المهم يقول بلحظة ضعف عندي موظفة، أنا من الموظفات، أنا مديرها في العمل، وما أعرف شلون قلبي مال لها، وشوي شوي يعني صار بيني وبينها تواصل والله، وصارت العلاقة قوية. يقول والعلاقة صارت قوية مدة 3 أشهر، بس باحترام، على كلامها طبعا، يقول باحترام، بس كلام، سلام، تعبير عن المشاعر، أنا أعبر، هي صارت تعبر. يقول لما صارت العلاقة قوية جدا، بعدين كانت تقول لي ها متى الزواج؟ يقول أنا لما قالت متى الزواج أنا مثل أصحى يا نايم. يقول يعني أنا مو شكلي أسوي علاقات، ولا شخصيتي إني أنا أفتح علاقة مع امرأة وأنا مستقر في زواجي ومستقر في بيتي ومستقر مع زوجتي. يقول هذا الموضوع خاص يعني ما حد يعرفه، بس أنا الحين متورط وأبي أنسحب من هالعلاقة ولا بكمل، شو الحل؟ قلت له والله شوف، المسألة يعني يبيلها شوية تفكير وشوية تأمل. ليش؟ أنا ليش قلت له هالكلام؟ لأنه هو يقول لي بس لا تقول لي صارحة أن العلاقة تنقطع. يقول أنا ما ودي أجرح مشاعرها. قلت له إذا كذي خل أطرح قضيتك، أنا عطني الإذن أني أطرحها. قال لي قول كل شيء، لا ما عدا لا تقول اسمي. قلت له خلص، وخلنا نشوف المتابعين ايش يقترحون عليك من حلول.